صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 5 لسنة 2019. ونص القرار رقم 5 بنقل وتعيين مدراء في شؤون الجمارك بوزارة الداخلية. جاء فيه المادة الأولى: ينقل في شؤون الجمارك بوزارة الداخلية كل من السيد عبد الله مبارك زويد مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية ليكون مديرا لإدارة نظم المعلومات، السيد عارف عبد الغفار العلوي مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية ليكون مديرا لإدارة التدريب والتطوير، السيد خليفة عبد الله الشوملي مدير إدارة جمارك المنافذ البحرية ليكون مديرا لإدارة التخليص الجمركي. المادة الثانية: يعين في شؤون الجمارك بوزارة الداخلية كل من السيد محمد حسن العيسى مديرا لإدارة جمارك المنافذ البرية، الشيخ سلطان بن دعيج آل خليفة مديرا لإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية.